إلى رابطة أبطال إفريقيا، إن فجأة وفاق سطيف جاره مولودية العلمة على ميدان الأخير مسعود زوكار بهدف قاتل، منح الوفاق فوزا مهما بعث به أماله من جديد في كأس رابطة الأبطال الإفريقية التي أضحى في مجموعته الثانية في المركز الثاني بثلاث نقاط رفقة المريخ السوداني. ورغم السيطرة العلمية على أطوار المباراة، إلا أن خبرة أبناء الوفاق حسمت المواجهة بهدف في الدقيقة الثالثة بعد التسعين عبر زيايا فرشيب وتصريحاتهما بعد المباراة. لا كان مغاير، لأنه اليوم أنا تقريبا كما حاشي شنين بعوز نمديل أول مرة يلعبوا هذه مع يعني دخلوا في هذه المباراة وفيها أجواء هذه المنافسة، فلذا نظن الانسجام ما كانش حاضر كثير، ولكن نظن قدموا الشيء اللي عليهم وحنا أعطيناهم الثقة ونزيدوا نعطيهم الثقة مرة أخرى. الشباب هذو اللاعبين شبان اللي اليوم ما خيبوش. الحمد لله احنا ما تقلقناش وما لقيتو احنا فين ضيعنا فرص وما ضيعوا فرص. ان شاء الله هذه النقاط اللي تخلينا نزيدو نكسبوا ثقه كبيره باش اللاعبين يزيدوا يتحروا ان شاء الله في المقابلات القادمه ان شاء الله. بو مقابله دينا مقابله في المستوى وين الحظ ما كانش معنا، كرينا بوكو دوكازيون كيما نقول لك لا غالب ما حبش تدخل، والوفاق دار اكسيون واحده ماركاو. ما وفقناش ربي واكشتي للبيت لا ديرنيير مينيت ماركاونا نونتونت. احنا ان شاء الله نكملوا نخدموا ان شاء الله باش نروحوا لوبجيكتيف تاعنا. لوبجيكتيف تاعنا هو صعود الفريق ان شاء الله لحظيره الكبار ان شاء الله، ومازال كيما نقولوا احنا عندنا امل في لا شامبيونز ليغ هذه باش نروحوا كيما نقولوا باش نروحوا فيها ان شاء الله نروحوا فيها بعيد.